رجعنا معكم مشاهدينا تنكفي حلقتنا من على الموعد. كتب لي عمر جديد توني من الأشخاص يلي انكتب له عمر جديد من بعد تفجير مرفأ بيروت. توني سكاف رح يكون معنا بهيدي الفقرة تخبرنا عن لحظات عيشها بوقت انفجار بيروت. خبرنا توني، أول شي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك باخوس، ثانك يو. اول شيء قبل ما اخبرك شو صار معي، بس بدي اقول شغله. الله يرحم اكيد كل ضحيه راحوا بهيدا الانفجار يلي ما ذنبهم، والله يشفي كل جريح اليوم موجود بالمستشفى. تبلي شو صار، بعتقد مثل اي حدا نازل على شغله نهار الثلاثة الصبح، عادي رواق ما في شيء. انا حكم شغلي بموقع جريدة النهار صح، بمنطقة حضرت. الداون تاون، قاعدين ما في شي رواق. تقريبا على الصوب الساعة 6، يعني قبل ما يخلص دوامي بدي فل، بطلع من مكتبي بطلع لبرا بلاقي في دخنة منا طبيعية، فبصير كنا نطلع بعضنا شو في، عم نشوف شو عم يصير. فجأة ما في بينفجر ثواني، على الستة وست دقايق تقريبا بيطلع الانفجار. هون باخص ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني بعدني اليوم كل يوم عم بحضر الفيديو يلي قدرنا صورناه، وعم برجع احضر الفيديو يلي اخدينه كاميرات الجريدة من جوا كيف صار الحادث. باخص للحظة خلصت الدنيا، يعني هون حنموت، يعني هون حسيت خلاص. ما بقى في شيء. بلوك، الدنيا اتكسرت، الازاز، بسمع صوت زميلتي عم تقول شو عم يصير، زميلتي التانية عم تصرخ ايدي عم تنزف، زميلي جورج عم يقول مالك وجه دم. ما بعرف كيف طلعنا، ما بعرف، يعني بدك تزيح بواب، بدك يعني عنت بدك تعربش تحت لتقدر الأنقاض. تطلع. صحيح، ونحن ثاقبت، انا مكتبي بالطابق الخامس. فاول لاول وهله لما طلعت لبرا نزلت يعني على الدرج من جهه الاكزت، لانه اكيد الاسانسورات ما في. نزلنا لتحت، وصلت باخذ صرت اطلع هيك بالسماء، اطلع حوالي صريخ، ناس عم تبكي، ناس مدممه، ناس مجروحه، ناس بالارض. ما بعرف انا من وين هون جبت القوه لقدرت ساعدت رفيقتي يلي كانت عم تنزف بقوه. اجت زميلتي التانيه سندريلا مسكت لها ايدها، ضلت عم تضغط لها على ايدها ليخف النزيف. رجعت انا جيت هديتها لقعدتها لنلاقي حدا يجي يساعدها، لانه بتعرف هون العالم كلها مهوله، ما فيك تحكي حدا، ما فيك تتواصل مع حدا، تليفوني ما كان التليفون بجيبتي، حتى أرسال ما بطل ما فيه. في. ففي يعني حدا مثل ما بيقولوا ابن حلال وقف على الموتو. و انت هون تنقول للناس انه انت مشيت من جريت من مبنى النهار. قبل ما اوصل تقول لك كيف مشيت لطلعت من المنطقه، رجعت هون قلت لهم بدي اطلع انا على المكتب لفوق، بدي اجيب تليفوني، بدي طمن اهلي، بدي احكي اهلي اقول لهم انا منيح، انا ما صار لي شيء، لانه بتعرف الخبر يعني ثواني انتشر كل الناس صار معها خبر. فوقتها هون قررت اطلع لفوق، ما كنت عارف انا ممكن حيصير في انفجار تاني، حيصير شيء، يمكن المبنى لا سمح الله يتضرر اكثر ما كان مضرر، بس قلت بدي اقوي قلبي واطلع، يعني انا ماني احسن من غيري، بدي اطلع. انت هون لفتت لي نظري بشغله، قلت لي دغري رحت عم تسعف رفيقتك. يعني اليوم صح، قديش الانسان بفكر اوقات بالشخص اللي قباله، يعني قلت له مية ما بالمية فكرت أنا بس لأنه بحاله. بوقت اطلعت أنا ما كان ماني عارف أنا إذا بني شي ولا لا، لأنه ما كنت حاسس بشي. قلت إنه لأني بعدني واقف أنا لازم ساعدها لربا. فلما رجعت طلعت لفوق، أنا كان في اتنين من زميلاتي ما كنت شايفهم إنه نزلوا معنا، صرت صرخ يا سمارة يا مروة، سمارة مروة، قلت بركي علقانين جوا ما قدروا طلعوا بطريقة ما بقدر ساعدهم. بيرجع بيطلع حدا من وراي بيقول لي لا توني هني تحت وكتر خير الله ما صار لهم شيء. توني انت مشيت من جريدة النهار ولوين وصلت؟ اوكي، طلعت مع لما من بعد ما وشو المشهد اللي كنت عم تشوفه على الطريق؟ لما من بعد ما طلعت قدرت لقيت تليفوني، حكيت رفيقي له حكي اهلي طمنهم انا منيح، برمت لقيت مفتاح السيارة، وصلت على سيارتي لتحت. اللي فكرت فيه هو مفتاح البيت، شلت مفتاح البيت، اوكي انا رح اقدر اوصل على البيت. هون ما كان عندي حل غير اني امشي، مشيت انا وزميلتي من موقع الجريده اللي هو بالداون تاون لمنطقه الدوره، مشي
لا قدرت لاقي حدا يساعدنا نطلع. هون باخص ما فيني اقول لك شو شفت على الطريق، يعني اللي بتذكره ناس ميتة بالارض، دم، الارض كأنها مفروشة ازاز، ما بعرف كيف امشي، صر اطلع حوالي انا وعم بمشي انه ان شاء الله ما يعني ما اكون بالغلط عم ادعس على حدا. ايه عن جد هالقد كان وانت مشيت قلت لي على السيتي على مول على تقريبا على الدورة على السيتي مول قبل بشوي، ايه لانه مستحيل كان حدا يوصل لتحت. هون ده شكرت ربك انه بعدك كتر خير عايش الله، يعني انا بعد ما كنت عم شوف الاضرار هالقد كبيرة، لما رجعت تاني يوم نزلت وشفت، يعني ما كان فيني اقول غير كتر خير الله نجيت وكتب لي عمر جديد مثل ما بيقولوا. طيب اليوم انت نفسيا قديش هيك بعدك عايش بصدمة وعم تتخطاها او عم تحاول تعالجها لهيدي الصدمة؟ هلا اكيد مثل اي حدا كلنا بعدنا مصدومين، يلي تاثر ويلي ما تاثر. يعني هلا اكيد اول كم يوم كانوا كتير صعبين، ما كنا عم نقدر لا تاكل ولا نام ولا شيء، بس هلا شوي شوي يعني ما فيني انكر بعدني ديب انسايد اكيد متاثر. بعدني عم لك لما اشوف فيديو، لما اشوف صرخه ام بتخيل امي، لما اشوف جريح بتخيل حالي، لما اشوف شهيد بتخيل حالي. بس كتر خير الله، يعني انا وكل الفريق اللي انا معه وكل اللي بعرفهم كتر خير الله توني طلعوا هلا بخير. كمان معنا اتصال مع الصحفية فابيان عون، هي كمان شخص تضرر بالانفجار، وراح تخبرنا هيك عن اللحظات اللي عاشتهم بهيدا. صار اتصال جاهز؟ اوكي تيصير اتصال جاهز. اليوم انا هلا من شوي كان معي ضيفة بفقرة، هي اخصائية نفسية، ضروري الانسان بهيدا اللي عاش صدمة مباشرة وصدمة غير مباشرة، اللي كانوا محتكين بالاضرار بالانفجار او اللي ما كانوا محتكين بالانفجار لازم يلجأوا لاخصائي نفسي، خاصة لو نحن عايشين صدمة. انت ناوي تلجأ لاخصائي نفسي؟ بتحس حالك انه انت عم تعبر ولا عم تكبتهم بعدك؟ انا شخص بطبيعتي بخبي بقلبي كتير، بس هلا من وقت الحادثه لليوم صرت يمكن اكثر على السوشيال ميديا شوي، اعبر، اكتب، نزل قصص. انا حدا ما كتير صح بنزل وبحط اخبار، يعني كل فتره يمكن صوره وانجا. بس هلا عم بحكي، يعني لما احس حالي انه عن جد خلص وصلت لمحل يمكن ماني قادر بقى اعبر او شيء، اكيد بلجأ. ومنه غلط، لازم كل حدا، لانه بتعرف نحن بلبنان 100% هيدي بينظروا رسالة انه مهمة للشعب. يلي بيروح عن طبيب نفسي انه هو بوشي، بالعكس ابدا. هلا الوقت يلي كلنا لازم نلجأ ونحكي ونعبر، لانه يلي صار ما بعتقد صاير قبل بهالحجم هيدا، ونحن جيلنا هيدا يلي يعني احنا بيقولوا لنا نحن جيل ما شاف شيء، بس من شفنا كل بعد شيء. يعني من بعد 4 اب لازم يتاكدوا، يعني بيقولوا لنا هيدي الجمله انه نحن بيقولوا شفنا الجيل يمكن الخسع ايه صح للأسف. شفنا اصعب. وانت اعطوني يعني انا ما بحسدك على على اللي شفته. وهلا كمان فابيان صارت معنا على الخط رح تخبرنا. صباح الخير فابيان. صباح الخير باخوت، الحمد لله على سلامتك اول شيء. ميرسي لك، الله يسلمك. يعني كمان طوني معي بالاستوديو كمان عم يخبرنا، هو كان بجريدة النهار بمبدأ النهار وتعرض لأضرار من هيدا الانفجار. خبرينا فابيا وين كنت وشو صار معي، يعني وين كنت نهار نهار الانفجار؟ شوف انا يمكن لاحظت السيء، كان عندي موعد بجميزة على بعد 200 متر من الانفجار، كان لازم اكون قبل الستة هونيك بس تأخرت لانه كان في عندي شغل قبل. فبس وصلت على منطقة الجميزة من مثل البور وقع الانفجار، كنت عم صف تحت السيارة تحت شجرة وطلع الانفجار بوجهي وفقع الازاز ووقعت شجرة على سيارتي. يعني ومش بدي خبرك شفنا لك صورة بالمستشفى. شو قديش الأضرار كانت كبيرة جسديا؟ أول شيء خلينا نحكي جسديا. خليني اقول لك شغله باخذ اضرار ازمه، يعني انا تاذيت منه النقطه ببحر صح، الاشخاص يلي فقدوا يعني ناس بحبون، ومنه نقطه ببحر المشاهد يلي عم نشوفها الاشلاء يلي عم تنوجد كل يوم. الحمد لله كتر خير الله. انا يعني انا اللي بتذكره انا وقت طلع الانفجار وهي كل كنت عم صرخ واقول قول يا مرشال باليوم انا مطانط بس ردوني عند ولادي، ما بدي شيء غير ارجع عند ولادي، كان يعني كنت كثير عم بنزف من راسي. ف يعني انا بحياتي ماني شايفه هيك وما بعتقد راح اشوف هيك مشهد.
يعني الحمد لله انه انقضيت على طب الدراسه، وكان عندي ورم بوجهي، وعندي اجر الشمال كان ملتهب مطرح الركبه من ورا الضربيه اللي اكلتها، ورضوض يعني مثل غيري. هاودي الحمد لله كتر خير الله. انا جسديا يعني انا بعد حالي انا صرت افضل، لانه الي جمعه عم باخذ علاج، بس انه نفسيا اكيد انا ماني منيحه. عم بتتابعي حالك نفسيا؟ عم تلجئي لاخصائيين نفسيين كرمال تتخطي هيدي شوف، المرحله؟ هو الفكره لك الصراحه، انا يعني الي حوالي الاسبوع عم باخذ ادويه حتى اقدر نام، لانه انا بس كنت عم بجي لنام كنت عم بتخيل زيز على جسمي وارجع اشوف العالم، لانه انا بحياتي ما شفت هذا الكم من الدمار، ولا شفت هالقد قتله، ولا شفت يعني جرحي. يعني هلا حتى وقتها كانوا عم ينقلوني في شخص حرام كان معي حد توفى، فكل بس كنت ارجع لنام كنت ارجع بمشاهد كلها اتذكرها، فاضطريت الجا لادويه تخليني لنام. بس سألت على الموضوع طبيب نفسي، حكى لي انه هذا امر عادي، انه كل شخص مر بهيك مصيبه وشاف هيك مأساة بده وقت حتى يطلع منها. مزبوط. المهم الانسان يكون ايمانه قوي ويدري قوي حاله حتى يقدر يوقف على الجنب. فابيان كلمه اخيره، حضرتك كصحفيه وكشخص نشط على مواقع التواصل الاجتماعي وحضرتك معروفه يعني بالمجال اذا بدنا نقول مدني، خبرينا هذا شو رسالتك اللي بتوجهيها، شو رساله الامل اللي بتوجهيها لكل شخص تضرر من هيدا الانفجار، ولكل لاولادك للجيل الجديد يعني لاولادك؟ انا شوف، انا من بعد ما صار مع الانفجار اختي، يعني في انسان بيكون اقرب منه، اختي كانت عم بتقلي انه تعال نهاجر هاي للاسف من غير اشخاص فكروا، فانا قلت لها لا انا ماني مفكره هاجر، قلت لها اذا انت كنت بانفجار وكنت مت وما عم بتفكري بالموضوع، انا املي بلبنان كبير، وقد ما سافر وروح واجي برجع بتشوى لارجع على البلد، لانه مش كلمه بتم واحد يقولي هاجر يترك الارض اللي خلق فيها. فانا املي بلبنان كبير، بده يجي يوم الله بده ينصرنا على كل الاشياء يلي عم بتصير، وقدامنا مستقبل. يعني انا اولادي عم ربيهم هون حتى عندهم مستقبل حتى يعيشوا، ما عندي هالخوف انه لا بكره يمكن نموت. انه كتر خير الله أكيد. الله كتب لي عمر جديد، لانه الله كتب لي انه امور لازم اشوفها بعد بالحياه، وايد بايد اكيد هيدا انه انا بصله لحوالي اكثر شيء اولادي، يعني ما بحسسهم انه لا لازم نفلوا ولا ما لازم نظهر، لانه يمكن نطلع انفجار يمكن نموت. لا خلص الله شو كتب لك بده يصير. وايد بايد نحن كجيل شباب رح نعمر لبنان ورح نعمر بيروت، لانه نحن المستقبل. وان شاء الله يا رب هيك اولادنا واولادي كمان ما يشوفوا غير الايام الحلوه. فبيا انا بدي اتشكرك، خلص وقتنا خلص الوقت لانه بدنا نختم، فانا بتشكرك بدي لك الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله تضلك دائما بصحتك مع عائلتك ومع اولادك. شكرا لك فبيا، باي باي. توني انا كمان بدي اتشكرك، ميرسي لانك كنت موجود معنا وحكيتنا، حكيت يمكن هيدي التجربه الصعبه يلي مش رح تنسيها بحياتك ورح تضلها محفوره بقلبك، بس الامل اللي بتاخده انه بعدك عايش وبعدك بصحتك، وبالمقابل عم نشوف اشخاص عن جد خسروا اولادهم خسروا اهلهم، هون بدنا نقدم لهم التعازي. اكيد انا بس بدي اقول شغله، يعني انا كتر خير الله، انا يمكن ما بقدر احكي شيء اليوم قدام اللي عم شوفه، كتر خير الله انا ما صار لي شيء، بس مثل ما قالت هلا فابيان يلي عم نشوفه يلي بنشوفه بصيبه غير يلي بعده 100% ويلي بعده الناس على الاشلاء يلي عم يلاقوها، كتر خير الله كتر خير الله. شكرا توني. ثانك يو باخوس. مشاهدينا نحن وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، يمكن اليوم الوجع كان كثير كبير، الغصه كثير كبيره والحزن بالقلب، بس جربنا قد ما فينا نعطي طاقه امل، جرعه امل، لانه نحن عن جد بحاجه لنا بهيدا الوطن بهيدي الظروف يلي هلا عم نعيشها. بيروت رح ترجع تتعمر وبيروت رح تصير احلى من قبل، بس مهم نكون ايد وحده قلب واحد. تعازي لكل شخص فقد اهله، شخص فقد حدا غالي على قلبه، والله يرحم نفس الضحايا و...
ويعطي ألف عافية لكل شخص موجود على الأرض عم يتطوع تيساعد هودي المتضررين. إن شاء الله يا رب كمان بليلة عيد السيدة هيك تعطينا القوة والأمل تنقدر نتخطى هيدي الأزمة. مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وملتقانا أسبوع الجاي من الاثنين للجمعة من 9:30 ل 12.